تحية طيبة. سعيدون جدا اليوم بلقائنا الجديد مع الدكتور هاني البنا رئيس المنتدى الإنساني لنكون معه بحوار جديد حول حماية الوطن. دكتور هاني البنا هو طبيب وعامل إنساني عمل بلا كلل في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية لأكثر من 30 عام، وهو المؤسس والرئيس السابق لمنظمة الإغاثة الإسلامية. دكتور هاني زار أكثر من 70 بلد في السعي للتخفيف من معاناة الناس. هو خريج جامعة الأزهر بالطب الجراحي وكذلك الدراسات الإسلامية. حصل على شهادة دكتوراه في تخصص برمنغهام عام 1991. عدة جولات حول العالم لأجل الأعمال الإغاثة الإنسانية. غادر الدكتور هاني منظمة الإغاثة الإسلامية عام 2008 ليتفرغ لعمله في المنتدى الإنساني، وهو يتولى حاليا رئاسة مجلس منتدى الجمعيات الخيرية الإسلامية. يعمل على إقامة ندوات وورشات في عدة دول في العالم تصب في إطار دعم وتمكين العمل الإنساني. دكتور هاني السلام عليكم. عليكم السلام، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. سعيدين جدا بلقائك معنا دكتور هاني اليوم. أنا أسعد لأن إحنا دلوقتي ما بين بريطانيا وألمانيا وسويسرا ولا الجزائر؟ الجزائر. الجزائر، كويس كويس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الوطن بالنسبة لكل واحد فينا هو مجموعة من المكونات المختلفة اللي كان بيكون فيها مكونات إنسانية ومكونات نفسية، مشاعر والأحاسيس والأحلام والرؤى، مكونات مجتمعية من الأفراد، الآباء، الأجداد، الأبناء، الأصدقاء، الأقارب، مكونات ثقافية وتاريخية، تاريخ الأمم، ثقافة الأمم، عقائد الأمم وعادات وتقاليد الأمم ومنجزات الأمم، مكونات مجتمعية أخرى، زي الحارة والشارع والقرية والمجتمع والمدينة والمحافظة، وكل هذه المكونات مؤسسات الوطن المختلفة، المؤسسة الفردية، المؤسسة المجتمعية، مؤسسة المجتمع، مؤسسة الدولة، مؤسسات الحكومة. كل هذه المكونات المجتمعية بتمثل الوطن اللي احنا بنعيش فيه، والدولة اللي بتحاول ترعى الوطن، والحكومة التي تحاول أن تدير شؤون الوطن. أهم مكون بالنسبة لي هو الفرد. الفرد، الفرد أي المواطن، 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 ولا جدال عليه في هذا. والاستثمار الحقيقي في أي وطن أو في أي دولة أو لأي حكومة أو لأي شعب لابد أن يكون في المواطن، وخاصة الشباب، لأن الأمة العربية وكثير جدا من الدول التي غالبيتها مسلمين تتمتع بأكثر من 60% من الشباب. فلابد أن يكون لنا استثمار حقيقي 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 وبالدرجة الأولى في الشباب وفي الموارد البشرية التي تمتلكها أو يمتلكها الوطن. أنا عندي هنا شريحة هشرحها لكم لمرئية هي بالنسبة للشريحة الثانية. المرئية هي بالنسبة للي على الفيسبوك، وهشرحها للي موجودين على الراديو. أهم مكون في هذه الشريحة الهرمية اللي هو منظومة التطوع القائمة على الفرد. منظومة التطوع القائمة على الفرد اللي هي موجودة هنا، كلمة التطوع. ليه؟ لأن التطوع ده بيعطي الروح، هو بيخلي روح الإنسان تنطلق في جوانب المجتمع وتنطلق لكي تسدد الثغرات المجتمعية التي يحتاج المجتمع لرجم فجواتها. فوظيفة التطوع عندنا اللي بيقوم فيها الفرد بصفة فردية بتؤدي إلى إطلاق الروح. يمكن كان في قصة للكاتب الكبير توفيق الحكيم رحمة الله عليه، معروف بالنسبة للأمة العربية، لعودة الروح. فالروح دي قاعدتها التطوع، تطوع على مستوى الحارة، تطوع على مستوى الأسرة،
مع والدك ووالدتك تتطوع على مستوى الشارع، تتطوع على مستوى الزقاق، على مستوى الحي، على مستوى المدينة إلى آخره، حسب ما تستطيع أن تقوم به التطوع. لا يبنى الوطن ولا نحمي الوطن إلا إذا كان المواطن عنده قدرة على التطوع وعنده قدرة على التكامل مع باقي المكونات المجتمعية للوطن. بعد مرحلة الروح ما تنطلق من خلال التطوع، التطوع بتيجي المرحلة الثالثة اللي هي الطاقة الإيجابية. جزء كبير جدا من التطوع بيخرج هذه الطاقة الإيجابية التي تبعد عنا الطاقة السلبية التي تحكم فيها الشيطان. أنا أعتقد أنا شخصيا وأنا لست عالم دين أن الطاقة السلبية التي تحيط بالفرد هي الشيطان الذي يأتي من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا إلى أن يلوكنا في فمه ثم يبصق الفرد من التابع له في جهنم وبئس المصير. يبقى التطوع بيؤدي إلى إطلاق الروح التي تؤدي إلى إحاطة المواطن منا بهذه الطاقة الإيجابية، وهذه المراحل الثلاثة بتؤدي إلى بناء الشخصية الوطنية للمواطن، وترفع درجة انتمائه للبلد وللتاريخ والثقافة والعقيدة والقيم والعادات بتاعة الأمة بتاعته اللي هو عايش فيها. يبقى التطوع تخرج الروح التي تؤدي إلى إحاطة المواطن بالطاقة الإيجابية التي تكون دعائم الشخصية الوطنية للمواطن. يخرج هذا المواطن بعد ذلك يمشي في المجتمع، ماذا سيفعل في المجتمع؟ ماذا سيفعل في المجتمع؟ يبتدي يعمل مبادرات، ولو كانت هذه المبادرات فردية، ولو كانت هذه المبادرات فردية شخصية على مستوى صغير. علينا مهما قلت إمكانياتنا ومهما قلت درجة تحصيلنا العلمية أن نبادر بمبادرات صغيرة، وإن كانت هذه المبادرات جانبها الملموس المجتمعي بسيط، لكن لابد أن لا نجلس ولا نعمل أي مبادرة، نبادر بعمل الخير، فبادروا بعمل الخير. يبقى التطوع يطلق الروح لن تحيط بالجسد أو بالإنسان طاقة إيجابية تكون شخصية هذا الشخص الذي يبدأ هو كعنصر إيجابي في المجتمع ويأخذ المبادرة الفردية. هذه المبادرة الفردية تتحول فيما بعد ذلك إلى فعالية جمعية، بمعنى الفرد في مبادرة الشخصية يستطيع أن يلتقي مع أفراد آخرين ويحول معهم أو يفعل معهم أو ينتج معهم الفعالية المجتمعية، فيكون الملموس الحقيقي للفعالية الجمعية أقوى من الملموس الحقيقي للمبادرة الفردية. بس نبدأ بالمبادرة الفردية ثم نتحول مع من حولنا إلى الفعالية الجمعية أو التفاعل الجمعي لهذه المجموعة من الشباب أو غيرهم في المجتمع. تتحول فيما بعد ذلك من هذه الفعاليات إلى مشاريع مجتمعية. إن نظرنا إلى الأمة العربية منذ مئات السنين لم تكن فيها جامعات ولا معاهد ولا مراكز أبحاث، لكن كان فيها ناس امتهنوا مهن أحاطت بمثل هذه المهن الوقفيات الإسلامية التي استطاعت أن تحافظ على هذه المهن وتكون منها هذه الثقافة المجتمعية وتبني الوطن قبل الجامعة وقبل الكلية. فالمشاريع المجتمعية اللي هنتكلم عنها دي اللي هي نقطة 1 2 3 4 5 6 7، اللي هي النقطة 7 في بناء المجتمع ده. مشروع مجتمعي بيكون مشروع اللي هو بيقوم به الشباب أو مجموعة من المواطنين على مستوى القرية أو على مستوى المدينة أو على مستوى الشارع. بعد تحولنا من فكرة التطوع الفردي إلى فكرة مشروع مجتمعي، بيتطور هذا المشروع المجتمعي إلى أنه بيبني، بسميها كوميونيتي بيلدينج، بيبني الإيه؟ بيبني البناء الجمعي التجمعي، اللي هو بيجمع الناس حول هذا المشروع في مكان ما. يعني كنا احنا واحنا في السودان حينما نحفر بئرا للمياه تجمع حوله الطير
والحيوان والإنسان، وأصبح هذا الجمع يكون مجتمع تجمع حول مشروع المياه. إذا كانت هناك مشروع مدرسة فتتجمع الأسرة حوله، إذا كان هناك مشروع مسجد أو كنيسة أو معبد تجمع حوله المؤمنين، وهكذا بيتجمع الناس حول المشروع يبني المجتمع. يبقى من التطوع الفردي لإطلاق الروح للفعالية الإيجابية للطاقة الإيجابية لبناء الشخصية، المبادرة الفردية للفعالية الجمعية للمشروع المجتمعي، إلى أن نبتدي نحدد معالم المجتمع الذي سنعيش فيه حول مشروع المية أو حول مشروع التعليم أو حول مشروع المسجد والكنيسة ودور العبادة أو حول مشروع اقتصادي أو حول مشروع السوق. السوق المركزي في أي مدينة هو مشروع، لكن بيدخل فيه كل مكون مجتمعي يخرج من البيت في مراحل بناء المجتمع الأولى، سواء كانت من المرأة أو من الرجل، من الفلاح أو من العامل أو من الصانع إلى آخره. يبقى ده اللي هو البناء المجتمعي للكوميونتي بيلدينج او البناء الجمعي التجمعي، نجمع الناس قبل ان يصبح هذا التجمع مجتمعا. بعد كده هو بيتبني المجتمع المدني الغير رسمي. ما في دوله في العالم منذ الخليقه الا بنيت على اكتاف المواطن اللي هو الرجل او المراه المدنيه. يبني المجتمعات هم المدنيين من المواطنين. الذي يحمي المجتمعات هم العسكريين أو الأمنيين من المواطنين. بعد كده نبدأ نرى المجتمع المدني الغير رسمي الذي لسه لم يتهيكل أو لم تبنى هياكله بعد. يبقى من بناء الجمعي التجمعي إلى البناء اللي هو المجتمع المدني الغير رسمي، اللي هو زي في قرى كثيرة جدا في بعض التجمعات السكانية. بعد كده بيتطور هذا المجتمع الغير مهيكل إلى المجتمع المدني المهيكل. التجمعات والهيكل المدنية تأتي هنا هو في أماكن مختلفة، وبعدين نبني المجتمعات المدنية الحقيقية اللي تتبني على أساس تجمع المهني، التجمع الحرفي، التجمع السكاني العرقي، التجمع السكاني اللي هو الديني إلى آخره إلى آخره إلى آخره. يبقى تجمعات والهيكل المدنية من المجتمعات المدنية، بعدين تظهر منها صورة المجتمع بقى. شكل المجتمع بيجي في المرحلة كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. في المرحلة 12 من مراحل التطوع بيتبني شكل المجتمع، بنعرف المجتمع ده بكل أركانه الموجودة أمامنا اللي أنا اتكلمت عنها في الأول، اللي بعد كده هو تتكون له مؤسسات مجتمع مدني الرسمية اللي احنا بنعرفها، اللي هي مؤسسات المجتمع المدني اللي نعرفها حاليا، اللي هي Civil Society Organization، اللي هي بتحاول مش بتحاول بل هي الدعامة الرئيسية، الدعامة الرئيسية في بناء المجتمع وبناء الوطن والحفاظ على مقدرات الدولة ومراقبة الحكومة والتعاون مع الحكومة، مع الحكومة ومع القطاع الخاص ومع القطاع الأكاديمي. في أربع قطاعات أنا بتكلم عنهم بيخرجوا بعد منظومة التطوع، إن هو اللي هو بناء المجتمع المدني ومؤسساته التي تتعامل أو تتكامل في أدوارها مع الحكومة والقطاع الخاص وكذلك المؤسسات البحثية والأكاديمية والفكرية. ودي إضافة أنا وضعتها من عندي أنا لضعف الأمة العربية والدول العربية في المجال البحثي الأكاديمي الفكري، اللي هي Think Tank والResearch Institution. الأربعة دول هم اللي حيبنوا بعد كده هو شكل الوطن اللي هنتكلم عليه في النقطة نمرة 14 أو 15 فوق. بعد كده بتبنى مؤسسات الدولة اللي هي متفضلة أن تكون مستقلة عن الحكومة. هنا لما نعيش في الغرب نجد أن كل مؤسسات الدولة مستقلة عن الحكومة لأنها تراقب وتساعد الحكومة كمؤسسات دولة، تأخذ ميزانيتها من الدولة لكنها مستقلة فلا الحكومة، وبالتالي ننتقل فيها بعد كده إلى الدولة كوطن في كل مؤسساته الحكومية ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الفردية والمبادرات والتفاعلات هذه. كيف نحمي الوطن مع كل هذه المنظومة؟ أهم شيء في حماية الوطن
نرجع للقاعدة الهرم اللي احنا اتكلمنا عنها دي قبل كده اللي هو المواطن. الذي لابد ان يشعر بانتمائه للوطن. لابد ان يشعر ها بملكيته للوطن. لابد ان يشعر ان الوطن يعطيه المساحة والسعة والقدرة على اكتشاف طاقاته وتفعيل قدراته. ها لابد ان يحترمه. ها الدولة تحترمه والحكومة تحترمه والمؤسسات تحترمه. ان لم نستطع ان نجعل هذا الانتماء داخل الانسان المواطن لن نستطيع ان نحمي اي وطن مهما كانت قوة جيوشه ومهما كانت قوة مؤسساته الامنية ومهما كانت عظمة قدراته المادية. لان احنا كسرنا صفة المواطنة داخل فؤاد المواطن. فنحن نريد ان نجعل من هؤلاء الافراد هم الاداة الاساسية المكونة للاوطان. ولا نحول اوطاننا لمجموعة من الافراد او مجموعة من المواطنين او مجموعة من التجمعات او مجموعة من المجتمعات ابدا. لابد ان نقف امام من يريد ان يحول الوطن الى فرد. ونقف مع من يريد ان يحول الافراد الى اوطان. وهذه هي الرسالة. نجدها واضحة وجلية في بعض الدول التي تحصل فيها الصراعات الآن. تحولت دول وأوطان قوية إلى مجرد تجمعات سكانية، مجرد ملاجئ نزوح ومخيمات لاجئين نراها. علينا الآن أن نحول هذه المنظومة إلى منظومة بناء الوطن من القاعدة الفردية بالتمكين والاحترام والتفعيل والتقدير لكي نتحول بالفرد المواطن. وخاصة أننا عندنا في الوطن العربي ثروة بشرية غير عادية، أهم بكثير جدا من الثروة النفطية، وأهم بكثير جدا من الثروات المعدنية الأخرى، وأهم بكثير جدا من الثروات الزراعية أو الثروات السياحية إلى آخره. فالشخص الفرد الشاب والشابة، الكهل والعجوز، الرجل والمرأة لابد أن تكون هي المكون الأول في حماية الوطن وعدم تحويل الأوطان إلى مجموعة من الأفراد ومجموعة من التجمعات أو مجموعة من التكتلات السكانية. دولة من غير مجتمع مدني هي دولة هشة. لقد قلت هذا كثيرا في أماكن مختلفة. لماذا؟ لأن القاعدة الشبكية التواصلية بين مكونات المجتمع من أسفل فيها فجوات كثيرة لا يملأها أو لن تملأها إلا مؤسسات المجتمع المدني التي تدخل وتنفذ إلى كل الفجوات والثغرات المجتمعية في قاعدة البناء المجتمعي. دولة من غير مؤسسات مجتمع مدني أو دولة يحارب فيها المجتمع المدني أو دولة يهمش فيها المجتمع المدني هي دولة هشة مهما عظمت مدنيتها ومهما ازداد عدد أفراد المواطنين فيها ومهما صرفنا على مؤسسات أخرى فيها. لماذا؟ لأن الأساس المجتمع من الأسفل هيكون هش. سهل جدا على أي مجموعة متطرفة أو مجموعة أخرى أن تخترقه، وسهل جدا بأن تتحول هذه الدولة من خلال بعض الصراعات والنزاعات الداخلية إلى دول فاشلة، ثم مجتمعات، ثم تجمعات، ثم عائلات، ثم مخيمات، ثم أفراد. فتتحول الدولة الوطن اللي نتكلم عن بناءها إلى فرد أو إلى مجموعة من التجمعات السكانية كما نرى في أكثر من دولة من الدول العربية التي نراها اليوم. أنا حقف الآن إن لو كان في بعض الأسئلة من عندكم أو الاستفسارات ولكي لا أطيل عليكم في الكلام. تفضل يا إيهاب. كلام جميل جدا جدا دكتور هاني، استلمت معك. هلا في انا عم حاول كمان اتابع البث مباشر عم يصير على صفحتك على فيسبوك. هلا ما في كثير اسئله موجهه بنفس الموضوع. في سؤال رجاء تركيز بالحديث عن مستقبل العمل الانساني وكيف يصبح
نموذجا متكامل للجيل القادم؟ سؤال بغير مجال. طب دكتور اذا بدي اسالك انا بشكل عام، انه نحن بالمجتمعات العربيه الموجوده في عندنا مشكله بالمجتمع بفكره التطوق. المؤسسات الدوله او المؤسسات الحكومه ما بتساعد المجتمع لياخذ مبادره التطوق. شو الشيء لازم نعمله نحن كشباب حتى ناخذ المبادره لنبدا بمجال التطوع، مجال العمل التطوعي؟ لانه ما بنلاقي مؤسسات تسهل او تساعد بهذا الشيء. اولا التطوع مش محتاج اذن. التطوع ليس بحاجه لاذن من احد. يعني ممكن تتطوع على مستوى الشارع، على مستوى الحارة، على مستوى القرية إلى آخره. فالتطوع حاليا ما أصبحش سنة. أنا اتكلمت في أحد الجلسات مع بعض الشباب، التطوع أصبح دلوقتي فرض عين. أما نبص في الوطن العربي في 4 أو 5 دول حاليا، نبص على قضية اليمن، نبص على قضية العراق، نبص على قضية سوريا، نبص على قضية ليبيا، واحنا بنتكلم عن المنطقة العربية يعني، نجد ان عدد النازحين والمتضررين من النزاعات في هذه القضايا ما لا يقل عن 30 او 40 مليون نسمة، ما لا يقل، مجتمعين. وقضية سوريا امامنا تعتبر هي الفضيحة الأخلاقية للأمة العربية ومؤسساتها الإقليمية والأمة الإسلامية التي تدعي أنها تدافع عن المسلمين في كل مكان، والمجتمع الدولي الذي يدعي أنه يحاول أن يحمي الإنسانية في أي طور من أطوارها. فقضية سورية واليمنية هي تعتبر، وحتى والعلاقية إلى آخره، تعتبر من القضايا التي تعتبر يعني سبة في جبين المجتمع الدولي والمجتمع الإنساني والمجتمع العربي الرسمي، المجتمعات الرسمية. أما التطوع عامة فهو لا يحتاج إلى إذن من أحد، لأنك إن أردت أن تعمل على مستوى الشارع أو الحارة إلى آخره تعمل. ما أعتقدش أن كل الحكومات أو بعض الحكومات أو الكثير من الحكومات ستقف ضد منظومة التطوع، لكن في بعض الدول بتعيق منظومة بناء مؤسسات المجتمع المدني. ونرى كثير جدا من القوانين بتطلع هنا وهناك بتعيق هذه لكن لابد أن نتكيف مع مثل هذه القوانين لكي نستطيع أن نصل بالخير إلى هؤلاء المحتاجين، سواء كان في دول فقيرة أو في دول فيها صراعات زي ما أنا ذكرت في الدول الأربعة أو الخمسة اللي أنا ذكرتهم دول. والتطوع حاليا يا إيهاب هو فرض عين، فرض عين، فرض عين، فرض عين، فرض عين، فرض عين، ليس سنة وليس نفل. وقت السنة والنفل انتهوا خلاص. لماذا؟ لأن احنا عندنا عشرات الملايين لو كنا نتكلم على العالم العربي من النازحين واللاجئين يعانون في خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، والأمر يزداد سوءا. أما بالنسبة للسؤال اللي كان على الفيسبوك باسمه إيه السؤال الشخص أنت سأله لك؟ تمام. هلا في الدكتور رائد عطل عنده كمان 3 أسئلة اطرحها عليك سؤال سؤال. السؤال الأول للدكتور رائد بيقول كيف يمكن حماية المتطوعين من الاستغلال في المجتمعات الغربية؟ يعني ايه الاستغلال؟ يعني بتوقع انا انه مصدر الاستغلال انه ما نستغل العمل التطوعي اللي عم يكون عم يتقدم من الشباب بدون اي مقابل من روح الانسان منهم ليتسيس بشيء من قبل المجتمع نفسه. طيب هو التطوع منظومه، التطوع منظومه ليها سياسات، ومن حق المتطوع لما بيشتغل في اي جمعيه من الجمعيات انه يسال عن سياسة التطوع داخل هذه الجمعية. وفي هذه الجمعيات بتعطي المتطوع مبلغ زهيد لكي يكون فيه مواصلات وكذلك اللي هو بعض المصاريف النثرية البسيطة، وده أصبح شيء متعارف عليه في كل الدول الغربية بنتكلم عنها. من حق المتطوع أنه يرفض أي عمل تسيسه الجمعية، لأن الجمعية الإنسانية لابد أن لا يكون لها صبغة سياسية
أو صبغة حلقية أو صبغة دينية فاقعة. إذا كان بتعامل مع الإنسان ككل إنسان فلابد يكون عملها متوازي مع كافة البنائات المجتمعية، وأن يرى المتطوع أهداف وقيم ورسالة ورؤية هذه الجمعية قبل أن يتطوع، ومن حقه أن يحاسبها على ما تقول، ومن حقه أن يشتكي إن أساءت هذه الجمعية أو أرادت هذه الجمعية أن تستغلها استغلال غير إنساني أن يسائلها أمام المسؤولين. وهذا ما حدث في كثير من الجمعيات اللي احنا موجودين في معها هنا في بريطانيا وغير بريطانيا. ده بالنسبة للسؤال الأول. سؤال ثاني، كيف يمكن التعاون مع المؤسسات الحكومية من أجل فرض التطوع وتشريعه بحقوق وواجبات؟ الحكومة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني شركاء، شركاء شركاء، فلا بد أن الحكومة تضع في وجهة نظرها أو في أساسيات عملها أن تستعين بمؤسسات المجتمع المدني لكي تكمل الدور الحكومي على مستوى الدولة في سد الثغرات والفجوات المجتمعية. ولابد الحكومة عليها أن تيسر لحدوث مثل هذه اللقاءات بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في كافة المجالات المجتمعية التي تحتاجها الحكومة لسد الثغرات المجتمعية. بناء الشراكة بين الرباعية اللي أنا اتكلمت عنها اللي هي الحكومة واللي هي الجهاز التنفيذي للوطن ومؤسسات المجتمع المدني وهو مكمل والقطاع الخاص التجاري والمؤسسات البحثية والمؤسسات الفكرية التي أتحدث عنها أنا خاصية في العالم العربي لضعفها، وطبعا في العالم الغربي بيكون المجتمع على ثلاث أشياء: الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني. في العالم العربي أنا ضفت الهدف الرابع ده لضعف القدرة البحثية وضعف القدرة الفكرية المؤسسية. فلابد أن تفرض الحكومة الجلسات بينها وبين المؤسسات لكي تطلع تضع الرؤى بناء على المشاركة المجتمعية التي تعطيها لها مثل هذه الجمعيات، فتكتمل رؤية الحكومة بوجود دور الجمعيات والقطاع الخاص والقطاع البحثي الفكري. السؤال الثالث، ما العمل إن أصبح التطوع وسيلة شبابية للبحث عن العمل ووضع القدم في الجمعيات والمؤسسات وخصوصا في المجتمعات الفقيرة؟ ولما لا؟ يعني قد أسعى، لأن في المجتمعات الفقيرة يعني قد أسعى من خلال التطوع لعمل التالي: أولا تحسين قدرتي على العمل، أخذ الخبرة المناسبة، التعود على العمل داخل مكتب مهيكل، الرابع ان انا ادور على وظيفه بعد كده. ايه المشكله فيها؟ بالعكس، يعني انت بتخش تتطوع عشان بعد كده هو يكون لك دور في الجمعيه اللي تطوعت فيها، او دور في جمعيه اخرى، او دور في المجتمع، او انت تخرج من بعد ما تتدرب في جمعيه وتطوع فيها لمده كام شهر انك تعمل لك جمعيه انت شخصيا، او تقوم بمبادره. فكل هذه الاشياء حلال ومباحه، سواء كان في مجتمعات فقيره زي فلسطين او السودان او جنوب السودان او مجتمعات افريقيا والاسيويه وباكستان الهند او حتى في المجتمعات الغنيه. المجتمعات الغنيه دلوقتي في ازمه في البطاله، فكتير جدا على الوظيفه بيقدموا اكتر من 200 شاب او شابه على وظيفه واحده. اللي بيفصل ما بين شاب واخر او شابه واخرى هي خبرتهم التطوعيه وخدمتهم المجتمعيه، فليس عيبا بل بالعكس هي مندوحة أن يدخل الشاب الصغير اللي كان يتطوع في جمعية ويسعى فيما بعد إلى إيجاد وظيفة لكسب عيش حلال فيها. تفضل. تمام، أنا بدي أذكر المستمعين راديو شباب أنه فينهم يشاركونا بالأسئلة على صفحة راديو شباب على فيسبوك أو على البث المباشر لدكتور هاني على صفحته. في سؤال من السيد عبد الرحمن النحاس، ما هو المدخل الأكاديمي للعمل الإنساني والخيري؟ بمعنى ما هو التخصصات العلمية لمن أراد دراسة العمل الإنساني والخيري؟ هو العمل الإنساني والخيري لشقين،
الشق الأكاديمي والشق العمل التنفيذي الميداني. الشق الأكاديمي بيكون في اللي هو العمل المجتمعي، كنا هنشتغل مع في فارق كبير جدا من بين اللي هو العمل الاجتماعي والعمل الإنساني الدولي، أو في البلاد العربية بيقول اللي هو الجمعيات الأهلية اللي بتقوم بمشاريع خيرية. مشاريع خيرية معناها إيه؟ معناها إنها الأيتام، كفالة الأيتام، كفالة الأرامل، الزكوات، النذور، الهبات، الصدقات، الأشياء دي كلها. وفي نفس الوقت في حاجات مجتمعية أخرى اللي هي مثلا حقوق الطفل، حقوق المرأة، المهمشين، المرضى إلى آخره. فما بين الاثنين دول في العمل الأهلي المجتمعي والعمل المجتمعي اللي هو الحقوقي، أو العمل اللي هو المجتمعي اللي بيبني الهيكلية المجتمعية من تحت يدور على قضايا المجتمع الأخرى. الشقين دول في الشق الميداني لابد الفرد منا يتعلم فيه من خلال مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في كل هذه المجالات. العمل الإنساني ليه شقين، شق وطني اللي احنا بنساعد فيه في الكوارث أو الداخلية، وكذلك اللي هو لو كان في مناطق صراعات، أو في العمل الدولي. للأسف أغلب المؤسسات في المنطقة العربية، أغلب المؤسسات في المنطقة العربية عملها الدولي ضعيف جدا جدا جدا. فلذلك نحن بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن إننا بنحاول يكون لنا دور أساسي في التصدي للفقر والجوع والمرض والحرمان في داخل المجتمعات التي نحن نعيش بداخلها. العمل الإنساني الدولي ليه منظومة مختلفة تماما، في كل من هذه التخصصات منظومتها. اللي احنا في الناحية الأكاديمية بيكون سهل الحصول عليها عن طريق الجامعات والمراكز البحثية، ومن الناحية العملية انك بتنخرط في مثل هذه الجمعيات لتوازن ما بين العمل الميداني المجتمعي والعمل الأكاديمي البحثي. ولا تستطيع أن تتعلم إلا إذا كان الشقين معك على نفس الوتيرة، بمعنى أن الإنسان بيمارس عمل مجتمعي ثم بيمارس فيما بعد عمل أكاديمي لكي يحول العمل الأكاديمي الذي تعلمه إلى عمل بحثي. هل في شيء مخصص في السؤال ولا حاجة ولا حاجة تانية؟ تمام. هلا من تجربة شخصية أنا كإيهاب، بدأت بمجال العمل التطوعي وقت اللي بلشت الحرب في سوريا في سنة 2011. فأنا كنت متطوع بالهلال الأحمر العربي السوري. كنت واجه مشكلة دائما إنه أنا كمتطوع ما كان يكمل لي حماية، يعني حتى المنظمة اللي أنا بشتغل معها ما أنا قدراني تحميني، يعني تعرض لانتهاكات من حيث الاعتداء أو من حيث الاعتقال، أو ممكن يتعرض هذا الشيء للموت. ما في أي قوانين دولية تحمي المتطوعين. هو القانون الدولي الإنساني نص على كل هذه الحمايات، لكن أسهل قانون بيخترق الآن خاصة في القضية السورية وغيرها هو القانون الدولي الإنساني. يعني في قوانين طلع كل مذكراتها في كل المحافل الدولية، لكن عجزت المؤسسات الدولية ليس فقط عن حماية المتطوع، عن حماية العامل الذي يعمل في مؤسستها خاصة في مناطق الصراعات. قد يستثنى من هذا اللي هو الخطر الذي نواجهه في مناطق اللي هي بنتكلم عن المناطق الكوارث الطبيعية، بنسميها بنرجع القضاء والقدر كثير من الأحيان، أو بعض الأحيان إهمال المؤسسة. أما في مناطق الصراعات فكتير جدا من المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية الأخرى يعني عجزت عن أن تحمي العاملين فيها في هذا المجال. فلابد علينا أن نقوي هذه المؤسسات من ناحية الرقابية ومن ناحية تجريم من يقومون بهذه الانتهاكات، سواء كان المتطوع. مثلا عدد القتلى من الصحفيين دلوقتي
عدد القتلى من عمال الإغاثة نتكلم عنه، عدد القتلى من المتطوعين، عدد القتلى من الأبرياء، من الأبرياء من الأطفال والنساء إلى آخره. كل هذه الأشياء أصبح المجتمع الدولي دلوقتي عاجز عجزا تاما عن حمايتها. وهنا لابد أن يصدر أو يفعل قانون حماية هؤلاء ويجرم من يقومون بمثل هذه الجرائم. تمام. طب مشكلة أنا قلت له كانت تواجهنا وقت اللي كنا نشتغل بالهلال الأحمر، لبعد 4 سنين من العمل التطوعي بالهلال الأحمر الشباب تعبت، حتى إنه أنا كمتطوع عم أكون ملتزم بعمل إنساني بشكل دائم، لازم يكون عندي مردودي يأمن لي الحاجات الأقل اللي هي إني على أقل شيء نقدر أجيب حق الأكل تبعي. تمام. شو الشيء اللي ممكن يساعد حتى نضمن بقاء المتطوعين وما انه يتخلوا عن العمل التطوعي بسبب حاجاتهم، بسبب حاجات الحياة اللي هي انه يقدر يشتغل حتى يوفر حق اكله او شيء. طيب هو بالنسبة للعائد المادي المتطوع ده شيء واجب، هو مش مرتب كامل لكن متفق عليه رسميا داخل الحكومة او داخل المؤسسة ان انا على الاقل بوفر له الاساسيات. يعني مثلا في حاجه اسمها اللي هي الزماله، برنامج اسمه الزماله انترنشيب. الانترنشيب ده ان هو بيدي للطالب في الجامعه او الخريج من الجامعه مبلغ معين، مثلا 500 جنيه في الشهر او 400 جنيه في الشهر، وبيجي يشتغل في الجمعيه كانه موظف عليه مسؤوليات، ها، وبيعطى ادوار يقوم بها، بتدربه الجمعيه في سبيل انه ياخد المبلغ البسيط ده اللي هو يعتبر بالنسبه له يعني مواصلات، بيعتبر وجبه او وجبتين كل يوم، بيعتبر ساعات تشتري اي اشياء بسيطه جدا جدا. لكن مش كل واحد هيستطيع يعيش على المبلغ ده لمده كبيره من الزمن. فسواء كانت الجمعيه في المنطقه العربيه أو سواء كانت الجمعية في أوروبا وأمريكا، لابد أن يعوض المتطوع الغير قادر أو الغير موسر على جزء من رحلته وبقائه في الجمعية. لا أدري كم تترجم هذه في دولة زي مثلا مصر أو دولة زي السودان أو دولة زي تاني يا ربي اللي هو الأردن أو العراق أو لبنان إلى آخره، لكن لابد أن ترجم لشيء رقمي. الشيء الرقمي ده مش حيقيم صلبه كوظيفة، بس لابد أن نتعرف عليها، أن الشاب ده لابد إلى أن ينتقل من مرحلة التطوع ويأخذ مرتب كامل أو مرتب نصف دوام على حسب وجود الوظيفة داخل الجمعية. فكل المؤسسات الدولية بتعطي هذا الحق للمتطوعين عندها. في بعض المؤسسات ما بتعطيهوش. يعني أعرف بعض الأمثلة في الأمم المتحدة كان اللي بينجح فيه إنه يكون في منظومة التطوع ويخش يتطوع في أحد مكاتب الأمم المتحدة كان يعتبر إنه هو بالنسبة لهم بالنسبة للمتطوع إن ده شيء هو استطاع أن يحصل عليه، فمفروض ما ياخدش ولا مليم من الأمم المتحدة. لكن في جمعيات أخرى بتعطي مقابل مادي في سبيل هذا العمل اللي بيقوم به، لأن مش كل طالب ومش كل متطوع يستطيع أن يقيم حياته وهو متطوع. تمام. السؤال الثاني المهم، التطوع بالعمل الإنساني، المتطوع بيتعرض لضغط نفسي فظيع جدا بسبب عمله بمجال الإنساني، كان بمجال فرق الإسعاف الأولي أو استجابة لكوارث أو شيء. شو دور المؤسسات لحماية المتطوعين والحفاظ على المتطوعين من عدم الاحتراق النفسي بسبب العمل اللي عم يقوموا فيه؟ هو المتطوع وهو يتطوع لأي مؤسسة ما هو مسؤولية هذه المؤسسة. يعني مسؤولية، هو مسؤول من المؤسسة لكنه مش موظف. ففي هناك مسؤولية رسمية إنه متطوع عندها، ومسؤولية أخلاقية إنه متطوع عندها. فإذا حدث له شيء لابد على المؤسسة أن ترعى هذه
الأشياء التي تصيب المتطوع وهو تطوع أثناء عمله في هذه المؤسسة. يعني إذا أنا أصبت، لو ذهبت مثلا مع جمعية لأزور المخيمات السورية أو الفلسطينية أو اللي في جنوب السودان أو اللي في الكونغو الديمقراطية أو اللي في أي مكان، في ناميبيا، في بوتسوانا، في لسوتو، بوتسوانا، في لسوتو، الحاجات دي كلها، وأصبت بأزمة نفسية وأنا أثناء الرحلة هناك، على الجمعية اللي أرسلتني هناك أن تعالجني، لأن أنا في فترة الرحلة دي كنت من أبناء هذه الجمعية. فده اللي هي المحاسبة والمسؤولية على الجمعية، سواء كانت مسؤولية أدبية أو مسؤولية إدارية أو مسؤولية أخلاقية. ومن حق المتطوع أن يسأل في فترات اللي هو يذهب يعمل فيها في مناطق الصراعات أو مناطق الكوارث، إن كتير جدا حتى في المناطق الصراعات دي المؤسسات الدولية لا تجعل الموظف عندها يجلس في هذه المنطقة أكثر من 3 أشهر، وهذا ينظر إليه بسلبية عند بعض الناس الذين يدركون أبعاد المشاكل النفسية التي تصيب هؤلاء الناس والضغط النفسي إذا استمر أكثر من 3 أشهر في مثل هذه المناطق. فجمعيات ترسله يخرج من هذه المنطقة كل 3 أشهر لكي يستعيد قواها النفسية ولا يدخل في هذه الصدمات العصبية. بعد المقولين أو بعد اللي هم حديث العهد بالعمل الإنساني وبعد من لا يفهمون أبعاد العمل الإنساني يقولون شوف المؤسسة دي ماذا تفعل، كل 3 أشهر بتدي أجازة، ولما تدوش أجازة للشخص ده، الشخص ده هيضيع منه نفسيا عصبيا جسمانيا، لأن كمية الضغط النفسي والعصبي على العامل، مش المتطوع فقط، على العامل. يعني ما رحنا احنا في أثناء السونامي وإحنا هناك في بند أتشي في 1995 في يناير حصلت كذا هزة أرضية وإحنا موجودين هناك، كنا حموت كلنا. فالهزة الأرضية دي لوحدها بتمثل عبء نفسي وعصبي وجسماني وجسدي على الشخص نفسه، فما بالك إذا الشخص ده استمر بين هذه الهزات الأرضية لمدة طويلة. فالتعامل مع الحالة النفسية والحالة العصبية والحالة الجسدية للموظف والمتطوع مهم جدا في إنجاح المشروع وإنجاح المؤسسة وإيصال الخيرات للمستفيدين، وإلا سنفقد من يعملون معنا من خلال مرض عصبي أو مرض نفسي. تمام دكتور، في مشكلة بتعاني المؤسسات منها بشكل دائم، واللي هي إنه بيكون عندهم مجموعة من المتطوعين بسبب الضغط الموجود على المؤسسة وبسبب الضغط العمل اللي عم يكون فيه المؤسسة، بصير عندهم تسرب من المتطوعين وبلش بخف العدد، والمشاريع عم تشتغل عليها المؤسسات بتبلش تضعف لأن المتطوعين بس تروح. شو في عنا شيء يقدر يساعد المؤسسات لحتى يقدروا يجيبوا متطوعين جدد ولا يحموا المتطوعين القدماء إنه ما يخسروهم؟ هو طبعا في كذا حاجة، برنامجك تطوعي هو اللي بيجذب المتطوع. في بعض الجمعيات بتستفيد بمتطوع فقط علشان يجي يقعد في المكتب يحط الداتا معلومات أو ينزل يوزع أوراق في الشارع أو يبقى واقف كده بس ساعة الاحتفال أو جمع التبرعات إلى آخره، بيتحمس لها المتطوع في الأول وبعدين في الآخر ما بتكملش الحماس بتاعه بيخمد. دي نوع من انواع التطوع. هل انا باخد المتطوع على ان انا انمي قدراته؟ هل انا باخد المتطوع وبعمل له برنامج ادخله يعمل وياخد خبره في مجالات مختلفه، في مجالات في الاداره، في المحاسبه، في المراجعه القانونيه، في المشاريع، في الإعلام، إلى آخره. لو شعر المتطوع أنه سيأتي لمؤسسة ويجلس فيها لمدة 3 أو 6 أشهر
يمشي أو يدخل في كافة المجالات التدريبية، وأن هناك في المؤسسة مسؤولا كبيرا يرعى المتطوع. الشيء اللي بيجعل المتطوع يهرب إن داخل المؤسسة مسؤول التطوع ما بيكون شخص صاحب إدارة عليا، بيكون موظف صغير. لابد إن أردنا أن نحول هذا المتطوع إلى قائد مجتمعي، فلا بد أن نسلم قيادة قسم التطوع إلى إدارة يعتليها أو يترأسها شخص ذو خبرة وذو قدرة وذو قرار، ويكون ليس ممن هم يكملون الصورة ولكنه من المدراء الفاعلين داخل المؤسسة. إذا كنا نحن لا نضع إدارة التطوع كأحد الإدارات المهمة داخل المؤسسة، كإدارة المال أو إدارة الإعلام أو إدارة جمع التبرعات أو إدارة المشاريع أو إدارة المراجعة القانونية، فما أعتقد أن نحن نستطيع أننا نجعل المتطوع يستمر معنا أو نجعل المتطوع يتعلم عندنا مرة تعلم. دي مرة واحد. نمرة اثنين، هل في برنامجنا التطوعي ده في عمل ميداني؟ لو كنت أنا بشتغل على مستوى الوطن مش على مستوى الدولي، فلا بد أن يذهب المتطوع مع مسؤول المشروع للأحياء السكنية التي ينفذ فيها المشروع، فيرى كيف ينفذ المشروع من الألف للياء، فيرى كيف يخطط المشروع، فيرى كيف يتابع المشروع. العمل الميداني زي ما انا قلت قبل كده هو الجانب المضيء بجانب العمل الاكاديمي او العمل المكتبي. فالثلاثيه دي في الجمعيه، العمل الميداني، العمل المكتبي، العمل الاكاديمي، ان تكون اداره التطوع هي اداره عليا، مش مجرد لسته انا بحطها عندي على الكمبيوتر، لا، تكون اداره عليا ليها سياسات، لها برامج، لها تدريب، لها رحلات، لها كل الحاجات دي كلها. وانا لا اقبل اي حد ان ياتيني. يعني انا اضرب المثل واذكر ان علشان تتطوع انت في نظام التطوع في الامم المتحده بتخش في امتحان نظري، يمكن لا يستطيع يدخل للناس بيقوموا باداء الامتحان النظري لشهاده الدكتوراه او الماجستير. لما مش عايزين، عندهم الاف واقفين ما بدهمش فلوس، وكل الشباب عايزين يخشوا الامم المتحده ليه؟ عشان يبقى اسمهم تطوعوا في الامم المتحده 6 اشهر. فابتدع الامم المتحده اختبارات بلغات مختلفه، كيفيه المشاريع، الجديه في العمل، كل الاشياء دي كلها، ولا ينجح فيها الا القليل، القله القليله، فيخرج من كل 1000 يمكن 10 او 15 او 20 او 50. فعلى الجمعيه ايضا تضع لها هذا البرنامج وهذه الاختبارات، مش كل واحد يقدم على التطوع ناخده. النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أتكلم عنها اللي هي نقطة التطوع في مناطق الصراعات والنزاعات. ودي من أخطر المناطق التي ممكن أستفيد فيها من المتطوعين، إلا إذا كان هذا المتطوع ذا حرفة. طبيب، مهندس، إلى آخره. ذا حرفة، أو يكون من الشباب الصغيرين اللي أنا دربته ومرنته، وعنده كفاءة معينة وعنده التزام مهني بحيث ألا يخرج عن النص في مناطق الصراعات. الخروج عن النص الإنساني في مناطق الصراعات في منتهى الخطورة لو يؤدي لإغلاق المؤسسات، أو على أقل قدرا إلى هو تصنيف المؤسسات وضعها في لسة مختلفة. فلذلك التطوع في العموم ثلاث مجالات: المجال الوطني العادي في المشاريع المجتمعية والمشاريع الخيرية، المجال الوطني لو كان فيه كارثة طبيعية، المجال الدولي لو كان فيه هناك صراعات ونزاعات. وكل منظومة منهم وغيرها لها سياسات تختلف عن السياسات الأخرى، ومعايير تختلف عن معايير أخرى، ونوعيات من المتطوعين تختلف عن نوعيات أخرى. تفضل. الو،
ايوه دكتور، ايوه دكتور هاني معك. تمام. طب هلا نحن رح بقينا يعني تقريبا بحدود 8 دقائق حتى يخلص البث. حابب بنهاية هالثمان دقائق تعطينا مثل قصة بتعطي مثل دفع للشباب اللي عم يسمعونا هلا حتى يبادروا بمجال العمل التطوعي بشكل أكثر. انا حاجه على المثلث اللي انا حطيته على الشباب اللي هم مش شايفينه في الراديو لكن شايفينه على الفيسبوك. المثلث ده انا بقول فيه ان الشاب الفرد هو اساس بناء الدوله والوطن. اقولها تاني، الشاب وامين الشاب يعني اللي هو الفتاه والشاب، الشاب والشابه هم الاساس في بناء المجتمع، في بناء الوطن، في بناء الدولة، ها؟ في بناء الحكومة ومؤسساتها، في الدفاع عن الدولة، في الدفاع عن الوطن، في الدفاع عن كل مكونات الحياة داخل المجتمع. أنت أيها الشاب الأساس في كل شيء، في كل عمل، بغض النظر عن تعليمك، بغض النظر عن خلفيتك الثقافية، العرقية، الدينية، المجتمعية، الحزبية، كل هذه الأشياء. لأن أنت كما اتفقنا في الأول، في الأول خالص، أن أنت هو أنت أهم ثروة موجودة في أي وطن من الأوطان. لأن أنت من كرمك الله سبحانه وتعالى وجعلك خليفة له في الأرض. فنرجع مرة أخرى نقول إذا كنت أنت يا شاب، أيها الشاب، لابد أن يكون لك دورا في الحياة، لابد ألا تعيش على هامش الحياة. قم بأي دور إن كان حتى إن كان بسيطا. أنا أضرب المثل ليا، لو كنت أنا حجمع القمامة والزبالة وروث البهائم فده دور أقوم بيه بس أتقنه، مش مشكلة فيه. مش كلنا هنطلع مدراء، مش كلنا هنطلع أساتذة في الجامعة، مش كلنا هنطلع رؤساء، مش كنا هنطلع دكاترة. كل واحد منا لابد أن يكون له دورا يتقنه ولو كان بسيطا. لا تجعل نفسك عاطلا عن العمل وإن لم تكن لك وظيفة. لا تجعل نفسك عاطلا عن العمل وإن لم يكن لك وظيفة. اعمل. سيدنا داود كان بيشتغل بإيديه كده ولا إيه؟ وكل أنبياء كانوا بيعملوا، منهم كان الرعاة الغنم إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فلما أتكلم عن مثل هذه الأشياء لا تجعل، ولا مرة ثانية وثالثة ورابعة، لا تجعل نفسك عاطلا عن العمل وإن لم تكن لك وظيفة. اعمل أي شيء حتى ولو كان بسيطا، ولا تترك نفسك اليأس، ولا تنشغل بالقرارات السياسية الدولية التي لن تكن لك قدرة على تغييرها، لكن انشغل بما تستطيع أن تقوم به، انشغل بما تستطيع أن تنجزه، انشغل بما تستطيع أن تحققه، انشغل بما تستطيع أن تجعله لك مفعلا ومحفزا. ضع أهداف بسيطة تستطيع أن تحققها، ولا تضع أهداف كبيرة تحبطك فيما بعد لأنك لن تستطيع أن تحققها على الأقل في المرحلة الأولى. ابدأ الهوينة، ابدأ الهوينة، لكن امشي يعني بالتدرب، امشي بالتدرب وتابع عملك، تابع عملك دائما لو كنت وحدك أو كنت مع مجموعة. لكن في النهاية لا تجلس عاطلا فيحتويك الشيطان ويأتي من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ولا يحتكننا في فمه ثم يقذفن منا من تبعه في جهنم وبئس المصير. في الآخر لا تترك نفسك عبدا للتكنولوجيا. بمعنى إيه؟ أقعد على الفيسبوك والتويتر والإنستجرام 24 ساعة أبدا. استعمل التكنولوجيا ولا تجعل التكنولوجيا تستعملك. اعبد الله ولا تعبد التكنولوجيا. اعبد الله ولا تعبد الكورة. اعبد الله
وتعبد الافلام، اعبد الله وتعبد اللي هو اسمها الاغاني والحاجات دي، اسمها الاغاني واللي احنا بنشوفها. يعني اجعل لك في اليوم نظام، نظام للترفيه عن نفسك، نظام للعمل، نظام للتفكير، نظام للمساعده، نظام 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 نظام، لكن لا تجعل يومك يعني يوم يعني هلالي، وابدا بسيط واستمر في العمل. الحصى تبني الجبال، وذرة الرمل تبني الصحراء، وقطرة الماء تبني أو تصنع البحار والمحيطات، ها؟ والخلية الغير مرئية من مني الرجل والأنثى تصنع العملاق اللي هو أنت وغيرك. كل هذه الأشياء إن نظرنا إليها نجد أن كل كبير يبدأ صغير، ولكن لا بعد علينا أن نصبر ونصبر ونصبر ونصبر. إن شاء الله. دكتور هاني، مستمعين راديو شباب وصل عددهم بحدود أكثر من مليون مستمع حول العالم. خدما بدنا منك توجه لنا رسالة لمستمعين راديو شباب. أتمنى من مستمعين راديو شباب أنهم يكونوا كل واحد منهم يضع نصب عينيه أن يكون قائد يخدم مجتمعه، فاعل يخدم مجتمعه، له أثر على مجتمعه إيجابي، يحاول أن يصلح ويسدد ويقارب ويقرب، ولا يمشي وراء الفتن التي أصابت الأمة العربية، ولا يمشي وراء الفتاوى المغلوطة من بعض جهلاء المشايخ أو رجال الدين أو المتفقهين، ولا يصدق كل كذبة تقال في أماكن مختلفة سواء كان في الفضائيات إلى آخره، بل يتحقق ويعمل ويركز على مشروع له. كل واحد من راديو شباب اللي احنا بنتكلم عنهم دول لابد أن يكون له برنامج ولو بسيط، ساعة للعمل كل يوم، بذرة يزرعها في مجتمعه كل يوم، يرعاها فيما بعد مع نفسه أو مع من حوله من إخوانه وأصدقائه أو أخواته. الأمر الأخير، المجتمع بتاعنا لابد أن نهتم فيه بالشباب، ولابد أن نهتم فيه أيضا بالنساء، لأن أغفلنا دور المرأة كثيرا في الماضي، والمرأة هي أمي ويا أختي ويا زوجتي ويا ابنتي ويا خالتي ويا عمتي ويا جدتي. إن جهلت المرأة جهلت الأمة. تمام تمام. دكتور هاني بشكرك كتير 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 عن اللقاء اليوم، وإن شاء الله رح نكون بلقاءات تانية بالمستقبل. بتمنى لك عطلة نهاية أسبوع تكون سعيدة. مستمعي راديو شباب في كل العالم بتشكركم لأنكم كنتم مستمعين اليوم. بدي أذكركم تتابعونا على صفحتنا على فيسبوك راديو شباب، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.